الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، وهو العلي العظيم، وهو يعلو ولا يعلى عليه، له الخلق والأمر كله، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومقتدانا محمد رسول الله عليه صلاة الله وسلامه وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. موضوع الخطبة 45، أريد الحديث مع حضراتكم إخوة الإيمان عن الهداية. الهداية هو شيء أو نعمة لم يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا من يليق به. لا شك أن أمامنا أيام قلائل لشهر عظيم، علينا أن نهيئ أنفسنا وأهلينا لاستقبال هذا الشهر. لا شك إن هذا الشهر بحاجة إلى قلوب خالصة بعيدة عن الشوائب وعن الشيء الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى. علينا أن نزيل جميع عقبات عن طريق هدايتنا لرجوعنا إلى الله تعالى في هذا الشهر من الماديات وغيرها، وفي انشغالنا بالدنيا أكثر مما تستحق، ومن عدم مصادقة المضلين عن طريق المستقيم. إن نعمة الهداية هو هداية صادقة إلى الإيمان والتوحيد. ما تمر يوما على المسلم لا يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية في صلواتها الفريضة والنوافل. عندما نقول في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، أي يطلب الهداية اهدنا، ويطلب أيضا من الهداية الصراط المستقيم. إذا طلب العبد من الله سبحانه وتعالى شيئا، عليه أن لا ينسى ما طلب منه سبحانه وتعالى، حتى يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا